السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم بتزوروا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد، ولا نوفيكم أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 ونبدأ. سعر الطماطم من 175 إلى 3 جنيه، سعر البطاطس من 2 جنيه ونص ل 4 جنيه ونص، سعر البصل من جنيه إلى 2 جنيه، سعر الكوسة من 4 جنيه إلى 7 جنيه ونص، سعر الجزر بدون عرش من 3 إلى 5 جنيه ونص، سعر الفاصوليا من 6 إلى 9 جنيهات، سعر الباذنجان من جنيه ونص إلى 3 جنيه، باذنجان رومي من جنيه ونص إلى 2 جنيه ونص، باذنجان أبيض من جنيه ونص إلى 3، الفلفل الرومي البلدي 2 جنيه ونص إلى 3 جنيه ونص، الفلفل الرومي والصوب من 2 إلى 3 جنيه، من 2 إلى 4 جنيه عفوا، الفلفل الحامي البلدي من 2.5 إلى 3 جنيه ونص، الفلفل الحامي الصوب من 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الألوان الأصفر والأحمر البرتقالي من 3 جنيه إلى 7 جنيه، الملوخية من 2.5 إلى 3 جنيه ونص، الخيار الصوب من 3 إلى 5 جنيهات، الخيار البلدي من 2 جنيه ونص إلى 4 جنيه، البامية من 14 إلى 20 جنيه، القلقاس من 3 إلى 6 جنيهات، البطاطا من 2 إلى 4 جنيهات، الثوم من 7 إلى 11 جنيه، من لفت من جنيه ونص إلى 2 جنيه ونص، البنجر من 2 إلى 4، القثاء اللي هي القتة من 3 إلى 5 جنيهات، الكرات 10 ربطات كيلو الواحدة ب7 جنيه ونص، الخس برضك الربطة 3 كيلو من 10 إلى 15 جنيه، الخس المشرشر من 2 إلى 3، الخس المر من 2 إلى 3، الخس الأحمر من 2 إلى 3، الخس الكابتشي من 3.5 إلى 4.5، الكرنب الواحدة 3 كيلو سعر 2.5 إلى 3.5، الكرنب السلطة الواحدة 2 كيلو من 8 جنيه، الكرنب الأحمر الواحدة كيلو 6 جنيه ونص، الأرنبيط الواحدة 2 كيلو 3 جنيه إلى 4 جنيه، البروكلي من 5 إلى 8 جنيه، الكرفس 6 ربطات كيلو، الربطة كيلو من 12 جنيه، الكرفس الفرنساوي 6 ربطات كيلو 7 جنيه ونص، الفجل الأحمر الربطة كيلو 3 إلى 4 جنيه، الفجل الصيني من 3 إلى 4 جنيه، الفينويكا من 3 إلى 4 جنيه، الشبت 100 ربطة كيلو من 40 إلى 50، البقدونس 100 ربطة كيلو من 40 إلى 50، الجرجير 100 ربطة كيلو من 40 إلى 50، الكسبرة 100 ربطة كيلو من 40 إلى 50 أيضا، النعناع 100 ربطة كيلو من 7 جنيه ونص، السلج 10 ربطات كيلو الربطة ب7 جنيه ونص، القرع العسلي الوحدة 6 كيلو من 18 إلى 24 جنيه، الزعتر الربطة كيلو من 25 جنيه من 45 جنيه، العش الغراب الطبق 250 جرام من سعر 80، الروز ميري الربطة الكيلو من سعر 45 جنيه، المرمرية الربطة الكيلو من سعر 45 جنيه، البرتقال الصيفي من 3 جنيه ونص ل 6 جنيه ونص، الجريب فروت من 11 ل 15 جنيه، الليمون البلدي من 5 ل 17 جنيه، الليمون الايطاليا من 3 الى 5 جنيه، العنب البناتي الاصفر من 4.5 ل 8 جنيه، العنب البناتي الاحمر من 4.5 ل 8 جنيه، العنب الكرمسن من 12 ل 18 جنيه، العنب الرومي الاحمر من 4 ل 7 جنيه، التفاح المصراوي من 5 ل 11 جنيه، التفاح الامريكي الايطالي الكرتونه ب 20 كيلو من سعر 23 إلى 29، البلح السيوي من 20 إلى 25 جنيه، البلح البارحي من 34 جنيه، التين البرشومي من 7 إلى 11 جنيه، الجوافة من 5 إلى 10 جنيه،
الرمان من 8 ل 14 جنيه، الكانتلوب من 4 ل 7 جنيه، الشمام من 3 الى 4 جنيه، المانجو العويس من 20 ل 40 جنيه، المانجو الهندي من 15 ل 20 جنيه، المانجو التيمور من 18 ل 22 جنيه، المانجو الزبدة من 12 ل 14 جنيه، المانجو البلدي من 8 ل 11 جنيه، المانجو الفونس من 15 ل 20 جنيه، المانجو الفص من 30 ل 50 جنيه، المانجو الدبشة 12 ل 15 جنيه، المانجو الصديقة من 16 ل 20 جنيه، المانجو الجواليك من 15 ل 18 جنيه، المانجو السكري من 15 ل 20 جنيه، المانجو بيض العجل من 12 ل 16 جنيه، المانجو السنارة من 12 ل 16 جنيه، المانجو الفجر كلان من 12 ل 14 جنيه، المانجو التومي من 12 ل 14 جنيه، المانجو النعومي من 18 الى 20 جنيه، البطيخ من 8 ل 10 كيلو من 28 ل 35 جنيه، البطيخ من 6 ل 8 كيلو من 18 ل 24 جنيه، البطيخ من 3 ل 4 كيلو 6 كيلو ب 10 الى 15 جنيه، الخوخ البلدي العريشي من سعر 5 الى 11 جنيه، الخوخ المستورد من 15 جنيه، النكترين البلدي من 4 ل 7 جنيه، النكترين المستورد من 15، البرقوق سانتا روز من 20 الى 30، البرقوق المستورد 2 كيلو من سعر 22 جنيه، الكمثرى الخشابي من 5 الى 13 جنيه، الكمثرى الثلاجة من 7 ل 15 جنيه، الاناناس من 5 ل 30 جنيه، الدوم من سعر 20 الى 40، الكريز الكيلو من 20 جنيه، الكيوي من 19.5، الافكاتو من 50، الجنزبيل من 40، العبوة قفص، الموز المغربي من 11.5 ل 13.5، الموز البيكو من 11.5 ل 13.5، الموز المستورد من 20 ل 40، الموز الصعيدي من 8 ل 13، البلطي من 27 ل 31، البلطي 2 من 22 ل 26، البلطي الاسواني من 20 ل 40، الفليه البلطي من 30 الى 160، الاسر بياض من 70 الى 100. وبهذا قد اوفيناكم باسعار الفواكه والخضروات والاسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 2 اغسطس 2022. لا تنسوا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.